بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على احد برامج الاس ام اس او سيكونس مانيبيوليشن سويت. هذا البرنامج يسمى دي ان اي باترن فايند. البرنامج ده ببساطه بيبحث عن ما يسمى الباترن او مجموعه من التبعات المميزه لشيء معين. فبنلاقي ان هو هذا البرنامج بمنتهى البساطه انه بيقبل انك تدور فيه على باترن معين او اكتر، ويبدا يدور على هذا النموذج موجود او مش موجود جوه السيكونس بتاعتك، ويقول لك هل هذا النموذج او الباترن اللي انت حطيته ده بتكرر كم مره، وموضع تكراره فين، او مواضع وجوده فين في التتبعات اللي انت وضعتها. البرنامج دوت بيشوف اي منطقه من المناطق المهمه اللي هو انت اللي احنا بنسميها الباترن اللي انت وضعت تتبعها، ويبحث عنها بمنتهى البساطه. من ضمن مميزات هذا البرنامج ان انت ممكن تحط السيكونس بتاعك او التتابع بتاعك في الفاستا فورمات او في الرو فورمات، في المنطقه اللي هي بتاعت السبميشن بوكس، او المنطقه اللي احنا بنعمل بيها سبميشن للسيكونس يعني، او ادخال السيكونس. وطبعا بعد ازاله طبعا كان في اي مسافات فارغه وايت سبيسز او ديجيتس يعني او ارقام. وطبعا بيقدر انه يستوعب او تقدر تحط له تتابع او سيكونس يصل الى 5 مليون 5 مليون نيوكليوتيد او قاعده او كاركتر يعني. وبالتالي ده هذا البرنامج مهم جدا في ايجاد تتابعات ذات اهميه بيولوجيه. يعني بيبقى عندنا في اشياء معينه او بعض التتابعات، بعد لما بنعمل حاجه اسمها المالتيبل سيكونس الاينمنت بنكتشف بعض التتابعات اللي ليها وظيفه معينه، وليكن مثلا زي الداتا بوكس او بعض الدومينز اللي ليها وظيفه معينه في الدي ان اي او في البروتين او الماد بوكس او غيرها. هذه التتابعات لو احنا عارفين وبندور عليها في السيكونس بتاعنا او في داخل الجينوم بتاعنا، نقدر نحط هذا التتابعات اللي هنا في هذا البوكس اللي احنا ندور جواها، ونقدر نحط التتابع السيكونس او الجزء اللي احنا بنبحث عنه وعايزين نعرف اماكنه فين ومتكرر كم مره هنا في هذه المنطقه. وبالتالي مجرد ما بندوس سبميت بيبدا ان هو يقول لي انه لقى مثلا التتابع ده اللي هو مثلا في هذه الحاله سي تي تي، ولقاه فين بالظبط، فين بالظبط من مثلا في هيلاقيه في انهي منطقه في السيكونس بتاعي، واذا كان موجود مره او مرتين، واذا كان موجود على ريفرس تراند او على الفورورد تراند يعني موجود على الخيط المستقيم او الخيط العكسي. وبنفس الكلام ممكن احط سيكونس تاني وسيكونس تالت وهكذا. في الحاله مثلا احنا شايفينها دلوقتي هنلاقي ان لقاه مرتين في التتابع الاولاني اللي هو كان طوله 180، وفي التتابع الثاني لقاه مرتين اللي هو كان طوله 243، اما في التتابع الثالث فلم يجده. وبالتالي هذا البرنامج سهل لي عمليه البحث او السيرش بمنتهى البساطه، لانه هو بيقول لي التتابع او الجزء اللي انت بتدور عليه او الباترن اللي انت بتدور عليه، النموذج اللي انت بتدور عليه من التتابعات ده متكرر عندك كم مره في السيكونس بتاعك او في الجين بتاعك، واماكن تواجده فين، واذا كان موجود على الفورورد ستراند او على الريفرس ستراند او الخيط المستقيم او الخيط العكسي. فهو بيسهل حاجات كتير جدا، وده بيفيد في اشياء كثيره لما نكون بندور على اجزاء معينه او مناطق معينه في التتابعات بتاعه الدي ان ايه او التتابعات بتاعه البروتين، حتى ممكن يدور فيها على بعض الباترن زي ما احنا هنشوف. اتمنى ان يكون هذا الفيديو كان حاظ على اعجابكم، وان شاء الله تعالى سنلتقي مع فيديوهات اخرى توضح بعض التولز المستخدمة في المعلومات الحيوية. وإن شاء الله نسألكم الدعاء، ونتمنى أن أنتم تعملوا شير وسبسكرايب للاستفادة من مجموعة الدروس القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.